أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا وإياكم، وحلقة جديدة من برنامج بيتنا، حلقات برنامج بيتنا التي نخصصها للموضوعات الصحية التي تشغل بال الأسرة العربية. ويسعدنا اليوم أن تكون ضيفتنا الدكتورة فاطمة الزهراء الحاج عبيد، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا. شكرا، أهلا فيكم دكتورة. كثير من الأطباء عندهم تخصص أنف وأذن وحنجرة، ولكن حضرتك عندك تخصص دقيق في هذا المجال، ناخذ فكرة عنه. هلا أنا طبعا عملت أول شيء الاختصاص الأساسي اللي هو أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها، لكن تخصصت بكل ما يخص بأمراض الرقبة، يعني الأورام التي تصيب الرقبة سواء كانت سليمة أو خبيثة واستقصاءاتها وجراحتها. طيب، ما دام عم نحكي عن الرقبة، كثير من السيدات المتابعات مثل ما حكيت لحضرتك، احنا بنطرح الموضوع على السوشيال ميديا وبنستقبل الأسئلة، سألوني عن وجود بعض الانتفاخات أسفل الحنك أو حتى في الرقبة، ممكن ناخذ فكرة عن أسبابها؟ هلا هي أسبابها كثيرة، لكن الأكثر الأسباب شيوعاً هي ضخامات العقد اللمفاوية يلي هي موجودة بالرقبة وبكافة أنحاء الجسم للدفاع عن الجسم ضد البكتيريا وضد الفيروسات. فأي التهاب في الأنف أو في اللوزات أو في الأذن عند الكبار أو عند الصغار بتترافق بضخامة العقد اللمفاوية يلي هي بتدافع عن الجسم. ومتى تعتبر هاي الكرات نذير خطر ولازم الواحد يراجع الطبيب؟ كتير حلو سؤال. طالما في عنا التهاب مرافق، يعني مثل ما حكيت رشح أو التهاب لوزات، فهذا طبيعي أنه تترافق مع ضخامات الصغيرة بالرقبة، لكن إذا استمرت أكثر من 3 أسابيع إلى شهر فهذا بيصير مثل إنذار خطر، بيتحولوا العقد اللمفاوية إلى، يعني بيصيبهم المرض بشكل خاص، ولذلك لازم يراجعوا الدكتور لحتى نعمل فحص كامل ونعمل استقصاءات تانية لحتى نكشف السبب. أهم الفحوصات اللي حضرتك بنصحي فيها المريض إذا إجاكي بهاي المشكلة؟ هلا أول شيء لازم نعمل فحص كامل إذن أنف حنجرة، يعني نعمل تنظير للبلعوم، تنظير للحبال الصوتية، تنظير الأنف، وممكن نشوف كمان الأذن إذا في عنا أي مشاكل بغشاء الطبل من التهابات الأذن. هلا إذا كان هذا التنظير كله سلبي، يعني ما في شيء أبدا، بننتقل لنعمل صورة للرقبة. أهم شيء ممكن نعمله هو تصوير الألتراساوند أو الإيكو، ممكن بعدين ننتقل لمرحلة تانية تصوير الطبق المحوري مع أو بدون حقن مادة ظليلة. في مرحلة ثالثة ممكن أنه ننتقل لفحص المرنان يلي هو MRI، كمان إما مع حقن مادة ظليلة أو بدونها، حتى نعرف شو سبب الانتفاخ، يعني هو جاي من أي عضو والإجراء يلي لازم نعمله بعدين. طيب دكتورة، كمان في بعض الأحيان انتفاخات بتكون في أسفل العنق أو في وسط العنق أو الرقبة، مش فقط تحت الحنك، هي نفسها ولا موضوع تاني؟ لا، هي مختلفة. لما بتكون على الخط المتوسط للعنق، هل عند الأطفال لازم نشوف أنه هي أحياناً بتدل على وجود تشوهات ولادية، يعني كيسات منشأة ولادي. عند الكبار ممكن كتير تكون سبب أمراض في الغدة الدرقية اللي هي موجودة في أسفل العنق وعلى الخط المتوسط. الغدة الدرقية بتصيبها كمان كتير أمراض، التهابات مزمنة، أورام خبيثة وأورام سليمة. وأبرز الاكتشافات الحديثة أو الطرق الجديدة لمعالجة مشاكل الغدة الدرقية؟ هلأ جراحة الغدة الدرقية هي جراحة كتير دقيقة، لأنه هي ممكن إذا صار عنا أي مشكلة يتأذى العصب يلي بيعصب الحبال الصوتية، وبالتالي هذا بينعكس على المريض أنه يساوي له بحث صوت أو صعوبة في التنفس. من الوسائل الحديثة الموجودة حاليا وموجودة عنا بالمستشفى هو وجود منبه للعصب، يعني أنا لما بعمل عملية لما بكون عم قرب على العصب ففي عندي جهاز بيعطيني إنذار صوت معين فأنا بوقف. يعني هاي من الطرق الجديدة يلي ممكن أنه تخلي العملية تكون أسلم واختلاطاتها أقل بكتير. طيب دكتورة، يمكن هذا بيقودني لموضوع تاني، حضرتك قلتي بحث الصوت، طبعا من أكثر المشاكل شيوعا وحتى أنا شخصيا بعاني منها في على فترات متباعدة، هي
بحت الصوت اللي مرات بتصير احتباس صوت، ممكن ناخذ فكره عن الاسباب؟ هلا اسباب بحت الصوت او احتباس الصوت هي اسباب تخص الحبال الصوتيه، لانه الحبال الصوتيه لما بتتحرك هي بتعطينا التصويت. ممكن الحبال الصوتيه يصير فيها التهاب فيروسي، وقت بصيب دائما مع الناس اللي بيرشحوا وبصير عندهم التهاب طرق تنفسيه علويه. كثرة السعال ممكن تساوي لنا نزف ضمن الحبال الصوتية، أحيانا صراخ مفاجئ ممكن يعملنا نزف بالحبل الصوتي ويعملنا فقد تصويت كامل. ممكن أحيانا عندنا شيء اسمه فقد تصويت هستريائي، يعني واحد بصير عنده أزمة نفسية كتير قوية ففجأة بصير ما له أدران إنه يحكي. طبعا حسب كل سبب نحن منعالجه، لكن مرات يعني سمعت إنه ممكن بحة الصوت تكون لا قدر الله مؤشر لشيء كبير، فكيف بيقدر الواحد يفرق بين انه بحة الصوت هل هي من مرض معين او يعني شيء ثاني؟ هلا سؤالك امتى نحن بنقدر نعرف؟ طبعا لما بنفحص، هي الاورام الخبيثه هي شائعه اكثر شيء عند اللي بيدخنوا المدخنين بشده، عند اللي بيستهلكوا كحول كثير، وهي شائعه عند الرجال اكثر من النساء، وطبعا بالعمر فوق ال 40 سنه. بس يمكن ما بنقدر يعني نفصل بين أهمية استخدام الصوت عند بعض الوظائف المعينة زي المذيعين أو المطربين أو حتى المدرسات والأمهات اللي بيصرخوا صرخوا على أولادهم، وبين استهلاك الصوت. هل في طرق للوقاية مثلا إنه الواحد إنه ما يستهلك صوته بزيادة أو يمرن صوته؟ طبعا هلا كثير حلو انه جبتي سيره الامهات، لانه فعلا بيجينا كثير امهات اللي عندهم اولاد صغار يلي بيصرخوا عليهم دائما، بصير عندهم حبال عقيدات بالحبال الصوتيه او بوليبات. هلا الوقايه هي انه نحن لما منصرخ او منعلي صوتنا ومنحس انه الصوت انبح لازم مباشره نوقف، لانه اذا استمرينا بتعلايه الصوت لحتى يصير صوتنا افضل فنحن بنكون عم نعمل شيء معاكس للي لازم ينعمل. بالحبال الصوتيه بصير تخبط ببعضها اكثر وبصير في عندنا رد صوتي اكبر. فلذلك الاهم نصيحه انه لما بصير عندنا بحث صوت راحة صوتية مطلقة، وطبعا الابتعاد عن التدخين بشكل كامل. دكتورة كنت حابة أسألك عن موضوع ما بعرف إذا له أساس علمي ولا لا، بس أحيانا لما بناكل شيء حامض كتير أو شيء حلو كتير بصير عندنا هيك عدم راحة في هاي المنطقة وتحت الحنك بالضبط، شو هذا بيكون؟ هلا هو اغلب الاحيان هذا دلاله على وجود حصات في الغدد اللعابيه. بتعرفي انه في عندنا نحن غدد لعابيه بباطن الفم، وفي عندنا غدد لعابيه كبيره يلي هي اثنين امام الاذن يلي هن بصير فيهم ابو كعب بنقول لهم، وفي غدد لعابيه تحت الفك وتحت اللسان. هدول احيانا بتشكل فيهم حصيات مثل البول، شلون في عندنا حصيات بوليه، فهي الحصيات بتسد اقنيه فبصير بينتفخ المكان. وغالبا الاطعمه الحامضه هي اللي بتصير افراز اللعاب، فبالتالي وقت واحد بياكل شيء حامض فبيحس انه فعلا تمه ورم او انتفخ تحت الفك، بعد شيء ساعه بيروح بيحس انه صار يطلع لعاب كثير، وبتتكرر هي عده مرات، وهي بعد الفحوصات بيتبين لنا لما بنعمل ايكو او بنعمل تصوير طبقي انه هي عباره عن حصات كلسيه موجوده بالغده. دكتوره سؤالي الاخير، كثير من الاباء والامهات بس يمرض الولد يجي له وز او رشح او اي نوع من الالتهابات البسيطه اللي هو بشخصها انا بسيطه في البيت بيعطي دواء منه لحاله، خصوصا الانتيبيوتكس، في حين انا عرفت انه الالتهابات البكتيريه تختلف عن الفيروسيه وحضراتكم بتشخصوا الادويه بشكل مختلف، في حين الناس بتفكر انه لانه شيء تجاري انتم متفقين مع المصنع الفلاني. ناخذ في عجاله الفرق او كيف انتم بتشخصوا كيف بتوصفوا العلاج؟ هلا اول شيء لازم نقول انه اكثر الالتهابات اللي بتصير خصوصا عند الاطفال هي بتكون التهابات فيروسيه، يعني ما بتحتاج انتيبيوتيك لانه الفيروس ما له علاج. نحن بالالتهابات الفيروسيه بنعطي بس مسكنات خافض حراره وادويه عرضيه لحتى بس تريح الطفل لحتى يمرق هالاسبوع يلي بصير فيه التهاب. وبالتالي اعطاء الانتيبيوتيك هو اولا غير ضروري، وهذا كثير سيء انه نعطي الاطفال انتيبيوتيك بدون اي سبب. والشغله الثانيه انه لما بيكون في عندنا جراثيم موجوده بالفم نحن او بالبلعوم او بالاذن، فاعطاء الانتيبيوتيك الغلط بوقت غلط وبدوز غلط كانك عم تحقني للميكروب، عم تعطيه فاكسين، يعني كانك عم تعطيه شيء لحتى يقاوم. فبعد فتره بيصير عندنا انه اي انتيبيوتيك بنعطيه للالتهاب
ما عاد بيأثر. ممكن الأعراض، ممكن الحرارة، طبيعة المرض، مثلا الولد يلي بيكون عنده حرارة كتير عالية وجسمه مهدود وعينه عم تدمع وأنفه عم يشر وعم يسعل، هذا أكيد فيروسي لأنه هذا عم يصيب مجموعة أجهزة بنفس الوقت. بينما بيكون واحد مثلا فقط عم يوجعه حلقه، منطلع منلاقي في عنده التهاب لوزات قيحي يعني جرثومي، وهون منعطي أنتيبيوتيك. يعني الحقيقة دكتورة كفيتي ووفيتي، لكن ما بنقدر ننهي الحلقة إلا لما نسمع منك نصيحة طبية في تخصصك لمن يتابعنا من السادة المشاهدين، فياريت نسمعها منك. شكرا. طبعا أهم نصيحة بقولها بما أنه أنا اختصاصية بالعنق هي أنه وجود أي انتفاخ بالرقبة عند الأطفال أو عند الكبار بيتجاوز مدة شهر، المفروض أنه يجي لعند الطبيب ونعمل الفحوصات اللازمة وطبعا نعالج السبب. بحب اقول انه اذا كان السبب هو سبب ورم خبيث، لازم ناكد على انه الكشف المبكر عن الورم الخبيث وعلاجه هو بيغير حياه المريض يعني بشكل كثير كبير. فلذلك نصيحه انه ما نطول وما ناخذ علاجات العرضيه ونسال جيراننا وناخذ من الصيدلي ادويه في حال المرض طول، وخصوصا الانتفاخ بالرقبه اذا كان طول اكثر من شهر. شكرا جزيلا دكتوره، يعني كثير استمتعنا بحديثك المفيد، وان شاء الله الساده المشاهدين كمان يكونوا استمتعوا فيه، واذا في اي اسئله رح احول لك اياها باذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا كثير لكم. شكرا. اهلا وسهلا. وبهيك اعزائي المشاهدين بتكون حلقتنا مع الدكتورة فاطمة الزهراء عبيد أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة انتهت، وأتمنى تكونوا استفدتوا منها كتير، وأشوفكم على خير في حلقات قادمة من برنامج بيتنا.